للاسف حنا دائما في الانشطه ديالنا الختاميه كنجربوا بسرعه 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 كاننا ما عرفناش شنو تبعنا. هذه من اقوى اللحظات من اقوى اللحظات، هذه الصوره الجماعيه، هذا الاحساس اننا فعلا عشنا مرحله، عشنا فتره، عشنا لحظات كنا جميعا اخوه واخوات فيما بيننا. فمرحبا بالضيوف ديالنا، نشكركم جميعا ذكور واناث على المستوى اللي بينتوه، ونتمنى يكون افضل في اللقاء الجاي ان شاء الله. هذا لقاء ثاني، اللقاء الثالث غيكون خلال نهايه هذا الشهر او بدايه الشهر الجاي ان شاء الله بمدينه وجده لتتمه هذا المشروع اللي احنا غاديين فيه، اللي غاديه فيه المنظمه المغربيه للكشافه والمرشدات بالنسبه لهذا الدائره ديالنا اللي هي جهه كامله من وجده، البركان، العيون، الناظور بالمحليات ديالهم بالفروع ديالها، في اطار هذا الشعار اللي خديناه لنتواصل من اجل جهه تكون اقوى، جهه افضل، جهه متماسكه، جهه اللي يمكن تؤدي الرساله ديالها بما هو مطلوب منها. Oh!